يا سلمى. الحمد لله عمي. هين ابوش؟ موجود داخل. احسنت يا بنتي. يلا. خلاص يا سلمى، خلاص يا كبيرة، ترى عمر الدم ما يصير ماي. عندك حق يا أخوي الصغير، عندك حق. كل واحد ما كان يعرف حكاية الثاني مع مرشد، ومرشد كان مستفيد مني ومنك. يا بختك
انت خلصت نفسك، لكني انا ما عارف كيف اتخلص منه. عفا عليك يا خميس، بس انا وعدتك وانا لازلت عند وعدي. كيف يا اخوي يا سيف، وانا عارف ظروفك. اذا غسان ما قدر يسوي شيء يا اخوي، انا مستعد اسوي اي شيء انت تريده. بس يا سيف يا اخوي، انا خايف ان مرشد يتزوج سلمى. وليش تقول هذا الكلام الحين يا خميس؟ لان الشيطان ما له طريق او طريقين، الشيطان له عده طرق، ومرشد هذا شيطان في صورة إنسان. خميس، وضح كلامك، إيش باغي تقول بالضبط؟ اللي باغي أقوله يا سيف يا أخوي، إن مرشد موقعني على أوراق تثبت إني بعت للمزرعة. إيش؟ كأنك باغية تقولي شيء يا بنت دراج. ما عندي شيء عشان أقوله يا عمي، بس أنا فاتحت أمي في موضوع التوكيل وما خلتني أكمل كلامي، سكرت علي مرة واحدة. لكن إذا كان عندك أنت كلام تفضل يا عمي، أنا أسمعك. أنا بعد يا بنتي بديت أمهل الموضوع اللي خبرتك عنه ووعدتك فيه. ولو تسمع الحقيقة ما تصدقيه. أنت كلمت غسان؟ طبعا كلمته وفاتحته بطريقة غير مباشرة. بعد أكيد قال إنه ما يريدني ويفكر في بنت عمه. بالعكس يا بنتي، هو وحدة غسان كان يدور على طريقة عشان يفاتحني بموضوعك، وحسب ما يقول وهو صادق، نعم كلامه صادق، يقول أنا ما بحصل في الدنيا هي كلها مثلك أنتي أبدا. صحيح يا عمي؟ طبعا صحيح. يعني غسان يريدني أنا؟ عجب، يريدني أنا طبعا. أنتي أنا مو مصدقة يا عمي. لا صدقي يا بنتي صدقي. لا وبعد قال لي شيء واحد، قال لي أبقي أقنمها وحدي، بس طلب مني شيء عاد، قال لي هذا الموضوع ما أبغي أعرف حنا حد غير نحن الثلاثة. يعني غسان جاد في كلامه؟ جاد جاد وستين جاد. بس يا بنتي عاد أنتي فكرت في موضوع الزواج من غسان زين؟ يعني إيش يا عمي؟ إيش تريد تقول بالضبط؟ يعني أقول غسان فقير وما حيلت شيء وخاف التعب معاه. أنت نسيت يا عمي إن أنا وارثة من أبوي فلوس وبيوت ودكاكين. إن شاء الله ما بخلي غسان يحتاج على شيء، وبعدين الفلوس تكون عندنا وتكفينا طول العمر. كيف ما يحتاج؟ الله يهديك يا بنتي، فلوس ما مثل أول، ما هي الحين الإيجارات قلت عن أول، والمزار بعد ما تجي قيمة تعبها. هي نعم، والفلوس هي لا ولا نعم. الظاهر أن تفكيرك أنت مثل تفكير أمك، ما تبي تزيدين فلوسك. لكن سمعيني، لا تشيل هم ولا تزعلي نفسك أبدا يا فاطمة، ما دام أنا موجود كل شيء بيستوي زين. أنا فلوسك بشغلها وبزيدها وبخليها تتضاعف، وأول فائدة منها بسوي لك بيت كبير، هم بيت، ها بسوي لك قصر تعيشوا فيه أنت وغسان. ما كم البيت هاي التعبان هذا؟ صحيح يا عمي؟ طبعا صحيح يا بنتي صحيح. وش المطلوب مني؟ المطلوب منك يا بنتي يا فاطمة تسحب توكيلك من عند أمك، وتعطيني توكيل عام لكل أملاكك، توكيل مطلق، وخلي الباقي علي يعني. Thank you.
خلاص بتروحي؟ اني حاسه ان الوقت تاخر، انا ما متعوده اقعد لهذا الوقت برا البيت. شكلك منتظر مكالمه. لا ابدا، كنت اشوف الساعه بس. غسان، حبيت اقول لك قبل لا اطلع اني ما مقتنع بالسبب اللي خبرتني عنه للجرح اللي في وجهك. على فكرة لازم تعرف شيء واحد، انك انت صرت ملكي انا وبس، لاني انا جالسة اصنعك. تصبح على خير. صاحي للحين؟ امي اريد افهم، اريد افهم ايش اللي صاير وايش اللي جالس يصير. خير؟ ايش صاير؟ انت حبيبتي منى، ليش ماما تظنين انه في شيء صاير؟ كيف ما اظن؟ احس اليوم ما كانه طبيعي، انت من طلعتي من الصبح لحد الحين ما سالتي عنه، وكل ما اتصل فيش تلفونش مغلق. وحتى امين، حتى امين احسه اليوم ما طبيعي. نرجع مع اصدقائه، دخل غرفته وصك الباب على نفسه. حسيته كأنه تعبان أو دايخ أو يشتكي من شيء، مريض وخايفة عليه. وهو الحين وين؟ في غرفته. أمين 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 حبيبي، إيش فيك أمين؟ إيش اللي صاير أمين؟ أمين صباح الخير. صباح الخير، احنا في الليل حبيبي. ايش فيك؟ في الليل؟ ايوه امين، ايش فيك؟ لا ما فيني شيء، بس حاس نفسي تعبان واريد انام، وكل ما بغيت انهض ابغى ارد مره ثانيه انام. كل ما نايم فتره طويله. سلامتك حبيبي، لا يكون انت مريض. قوم حبيبي قوم، قوم بدل ثيابك اوديك المستشفى. قوم. مستشفى؟ لا 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 ما في داعي اني اروح مستشفى، انا بخير. متاكد حبيبي انك انت بخير؟ طبعا طبعا متاكد. حتى شوفي. امين هذا الشيء ما يصير. لا يصير يا مدام، يصير. محاسبي القانوني موجود ولازم اليوم يخلص كل شيء، ولا تخليني اتخذ اسلوب انا ما احبه، خصوصا مع اولاد اخوي المقهور الله يرحمه. اسمعني، لا تكثر الكلام زياده معاي، انا ما عندي وقت لك. لو سمحت اطلع من الشركه مره ثانيه، ما ابي اشوفك هنا. يعني ايش؟ تنكري حقي يا سميره؟ ام امين لو سمحت، وبعدين انت عن اي حق تتكلم؟ خبرني. نعم، انت اصلا مالك حق عندي، فاهم؟ وبعدين اذا لك حق مثل ما جالس تدعي، روح طالبه في المحكمه. سمعت الكلام اللي قاعده تقوله يا عبد الحميد؟ عبد الحميد ما يخص هذا الموضوع. تنكري حقي بعد؟ قلت لك اذا عندك حق روح اثبته في المحكمه يا اخي. يا ام امين. عبد الحميد
لا تتدخل في هذا الموضوع. وبعدين يا اخي انا ما مستعده اي حد يجيني من الشرع يطالبني بحقه اقول له تفضل هذا حقك. بعدين تعال، ايش اللي يثبت ان امك ما اخذت حقها بالكامل؟ وتريدي تاخذي وقت امي بعد يا سمير؟ والله هذه هي الحقيقه. وايش يثبت انك اعطيتيها حقها بالكامل؟ اصلا انا عندي الاثبات اللي يقول انها اخذت حقها وزياده. عيونك تقول انك كذابه، لكن والله العظيم لو ما اعطيتيني حقي بالزي والاحسان رايح اخذه من عيونك باليمين، وبنشوف لوين بتوصلي بعدين. لو سمحت اطلع برا الشركه مع اللي جايبه معك هذا، وما اريد اشوف وجهك مره ثانيه. طيب انا طالع، لكن الايام بيننا يا مدام. عمران يا سر ليتس جو. اوكي الحمد لله اللي ما ضعفت قدامه ونفذت كل اللي اتفقنا عليه. بس بيني وبينك كنت خايفة منه كثير، لكن اللي شجعني على مواجهته وجودك معي يا عبد الحميد. هذا هي الخطوة الأولى، والخطوة الثانية خليه يقدم مستنداته للمحكمة اللي تثبت لحقه. بس أنا ما أريد أخذ فلوس حرام. شيء أكيد أنك أنت ما راح تنكري حق أمه في المحكمة. لما يسألونك ليش ما عطيتيها حقها، الجواب سهل، هي ما طالبت بحقها. أنا دائما أريد أعطيها حقها وأقول لها خذي حقك، وهي تقول لا خلي مو العين. بالعكس أنا ياما أصلا تحايلت عليها، بس هي الله يهديها اللي كانت ترفض. إذا أنت موقفك سليم 100%، لكن في شيء يثبت انها طلبت تدخل شراكه بورثها او تستثمر لها هذا الورث؟ ابدا، هذا الشيء ما حصل. خلاص اذا كان في حق فعبد العزيز له ورث امه وبس، لان هذه المبالغ ما داخله في راس مال الشركه ولا في مشاريعها. انا يتهيأ لي يا مدام ان عبد العزيز حجته ضعيفه. يا عبد الحميد صدقني انا من غيرك ما اعرف كنت بسوي ايش. وانا محتاج لك بعد. على فكره انت هذه الكلمه ثاني مره تعيدها، ايش السالفه؟ خلي الظروف تهدى وراح اقول لك على كل شيء ان شاء الله. ما تضل طول عمرك ذاك يا صالح. أنا دايما أقول لك إن إحنا رايحين نلتقي في يوم من الأيام، وهذا أنا قدامك، بس أنت ما صدقتني. ما صدقتني يا المدير المالي. مدير مالي ها؟ تشوف عن إذنك. Mm-hmm.
جيت يا عبد العزيز عشان تكشف لنا صالح ولا عيبه وتأجل موضوعي مع سميرة، يعني سويت خير وشر في وقت واحد. بس المهم الحين كيف نواجه صالح بالاختلاسات المالية؟ في البداية لازم يكون هذا الموضوع سري علشان صالح ما يشم خبر. لا، ما ممكن في الوقت الحالي. بس هذه إجازة الاعتيادية يوم أمين. صحيح، وأنا عارفة هذا زين، بس ما ممكن أقبل إجازتك لأن الشركة محتاجت لك كثير في الوقت الحالي، وهذا الوقت أنا محتاج الإجازة. وبعدين هذه أول مرة ترفضي لي شيء يا أم أمين، يا ترى إيش اللي صار؟ ما صار شيء أبدا، غير أن إجازتك مرفوضة في الوقت الحالي. مشكورة يا أم أمين، مشكورة عن إذنك. ليش تطلب إجازتك في هذا الوقت يا صالح؟ ليش تفكر؟ أكيد في شيء، ولا أم أمين ما ترفض إجازتي. أعتقد أن وجود عبد العزيز في الشركة هذه لليومين هو سبب رفض سميرة لإجازة الاعتيادية. أخاف أن في شيء كبير صاير وأنا ما أعرف عنه. أنا لازم أتصرف، لازم أتصرف قبل اللهم يتصرفوا فيها. هذا إيش معناته يا صالح؟ هو معنى واحد بس يا أم أمين، أنك توافق على استقالتي من الشركة. يعني تريد تستخدم سياسة لوي الذراع معي؟ حشا حشا والله يا أم أمين. إذا ليش؟ يمكن علشان رفضت إجازتك؟ ربما يكون هذا واحد من الأسباب، لكن في أسباب أخرى خاصة أحب أحتفظ بيها لنفسي. وأحب أقول لك أن استقالتك مرفوضة أيضا، لكني أنا مصر عليها. أتمنى أني أخذ موافقتك على الاستقالة خلال هذا اليومين. عن إذنك. Okay, we're now at the end of our English lesson. You've all worked very hard. Thank you for coming. Before you go, I would like to give you some homework, which you can complete tonight. Okay, I will give you each a picture. I want you to look hard at your picture. I want you to give me a composition about what is happening, what they are thinking, what they are wearing, what will happen next. Imagine that you are a journalist explaining this picture, perhaps for a newspaper, a magazine, a journal. Any questions? Thank you. Everything okay? All right, then I'll see you tomorrow. Hope so. Bye. Thank you very much for coming. Goodbye. Bye. Abdullah, أنت انتظرني برا، توصلني الوكالة. بنتظرك بس ما تتأخر. كان بودي ان نكمل الموضوع اللي كنا نتكلم فيه، بس احس ان الوقت ما مناسب الحين، خليها بكره. وبكره بيكون مثل اليوم والوقت ضيق ومحدود، يعني ما بنحصل فرصه نتكلم فيها.
أحس من كلامك إن عندك اقتراح معين. مو بصراحة أكثر من اقتراح، بس خلينا في الاقتراح الأسهل. وأرجو إنك ما تفهميني غلط، وإذا حبيت تصفعيني هالمرة صفعيني هنا. أتمنى لو أسمع صوتك اللي في التليفون اليوم. ما راح أصفعك. يس! عبد الله! أثاريك ساكن قريب مني وأنا ما أعرف فن؟ على العموم اسمعني أنت، تمر علي اليوم العصر عشان نجيب سيارة من الوكالة. ما يهم. تمام؟ تمام. لا تنسى ها، اتصل بالأول. يعني بتتغدي في الشركة؟ أما يا ريت لو تتعشي معانا اليوم، صار لنا فترة طويلة ما تعشينا مع بعض. بعدين صراحة أنا مستغربة من سالفة هالاجتماعات اللي نزلت فجأة. موجود في غرفته. إن شاء الله إن شاء الله. حاضر، مع السلامة. أهلين سيدي. أهلا غسان. أنا ببدل ملابسي وجاي على طول. طيب تفضل. الو فاطمة موجودة؟ ها لا خلاص انا اسفة. هذه اكيد تريد غسان، لان هذا الرقم سري وما حد يعرف عنه. لا تكون هذه هي نفس البنت اللي ضربوا علشانها في المعهد امس، عشان كذا هو رفض يخبرني عن سبب النزاع. طيب يا غسان، طيب انا اعرف اخرتها معك. الو، ايوه يا منير، ايوه انا امين. لا يا اخي، مثل ما قلت لك من ساعه، تعرف كنت شويه وبنكشف. لا الحمد لله ما صار شيء اليوم. ما اعتقد صعبه، خليها للظروف الجايه.
يلا يلا مع السلامة، بكلمك بعدين بعدين. هذا صديقي منير. انت تقول الصدق ولا تكذب؟ ما دام انك سالتيني ليش اكذب يعني، طبعا اقول الصدق. وبعدين ليش اكذب؟ ما هي هذه الحقيقه. وانت ليش طالعيني كذي؟ ما عجبه بالصدق اللي شع من عيونك. اوه، وبعدين معاك انت، بعدين معاك انت. الى متى تظل تطلع من بيت من غير ما تستاذن؟ ولا عشان امي ما موجوده تقوم تستغل هذا الشيء بشكل سلبي؟ وليش يعني انا طفل صغير على اساس اني استاذن كل شيء صغير وكبير بهذا البيت؟ ما صارت عاد هذه. وبعدين ما يخص الشيء فيني، وما من حقك انك تحاسبيني. امي موجوده وهي الوحيده اللي ممكن تحاسبني. من حق اني احاسبك طالما اني انا اختك الاكبر. وانا ايش سويت يعني عشان تحاسبيني؟ ما يكفي انك تخبري امي كل شيء اسويه؟ طبعا لازم اخبرها، ولا مثل البارحه لما راجع لي تعبان ما ادري ايش فيك. وانا ايش اللي فيني يعني البارحه؟ قلت لكم تعبان شويه من التمرين، يعني الواحد ما يتعب؟ انت ليش صاير عصبي كذا؟ انا ما عصبي، انا ياس اتناقش معاش. وبعدين انت ليش ما مصدقه اني انا كنت تعبان من التمرين؟ ايش اللي يدور في راسك؟ اذا كان على اللي يدور براسي فاللي يدور براسي اشياء كثيره، بس اتمنى انها تكون ما صحيحه. وايش اللي يدور في راسك يا منى؟ اتمنى اني اقدر اصدق بس انك البارحه تعبان من التمرين، لكن ما قادر اصدق يا امين. ليش ما ادري. ها عمي بعده مشغول؟ بعده يا بنتي بعده، لكن من هو؟ ما طلع مهني الا وانت مكلمتنا ومتفقه معه على كل شيء. بس انا اخاف انه ما في فايده، وبعدين انا ما اقدر اتاخر اكثر من كريم. خلاص عمي انت كلمه وقل له على كل شيء، انا رايح البيت الحين. والله ايش اقول لك يا بنتي، انا ودي انت تكلمين يكون احسن عشان تطمنين. نعم، وبعد عشان تعرفين انه جاد وصادق في كلامه. هذا موضوع زواج يا بنتي، انا اخاف تقولين ان عمي يكذب علي ولا شيء. ترى هاي تليفون غسان، تليفون الشركه اللي يشتغل فيها غسان موجود، لكن ترى مشغول خط على طول. حاشاك من الكذب يا عمي، بس كل اللي قلته انا شفته قدامي، وانا عرفت انك زين يا عمي، بس كنت اتمنى اكلم غسان. والله يا بنتي التليفون تليفوني، وتعالي في اي وقت. ما تقصر يا عمي ما تقصر، انا الحين بروح البيت، اخاف امي تحس بشيء وتسوي لي سالفه. زين عجب تروحين البيت، وابغيك دائما تكونين حريصه يا فاطمه. طيب احنا بعد ما نريد فضايح، وخاصة أمك لو سمعت شيء بتسوي لنا مشكلة. ولا يهمك، أنا حريصة أكثر منك. زين عجب بقها، موضوع التوكيل بنأجله باكر إذا بتروحي البيت توك. إن شاء الله يا عمي إن شاء الله. يلا مع السلامة. حياش الله. مسكينة فاطمة، تحسبني أتصل بغسان؟ ما تعرفني أتصل بتليفون دكاني، لازم حجب يطلع مشغول مثل ما مشغول قلبها هي بغسان. بس أنا لازم أخلص موضوع التوكيل هذا بسرعة. جاي من المعهد يا سمير. من وين اجي يعني؟ انت متاكد؟ اي طبعا متاكد. وممكن تقول لي من وين جالك العطر النسائي، ولا بتقول عطرك هذا بعد؟ سمير ايش قصدك؟ قصدي اقول انت ما كنت في المعهد يا غسان. سمير انت تشك فيه؟ وين كنت يا غسان؟ انا جاي من المعهد، من المعهد. انت كذاب سميره، انا ما اسمح لك تقول عني كذاب، وانت زودتيها تراش. طيب
جاك هذا العطر النسائي. يا سميرة هذا ما عطر نسائي، هذا عطر رجالي، عطري أنا. أنت كذاب يا حسام، كذاب. سميرة أنت لازم تقولي على كل شيء يا حسام، كل شيء أصلا. سميرة لعن الشيطان ونزلي إيدك، لا تقربي حياتي إلى جحيم، لا توصلي مشاكلك مع عبد العزيز عندي أنا. سميرة لا تخلي الشك ينزرع بيننا يا سميرة، أنا جاي لك بابتسامة عريضة، تقوم تقابليني بهذه الطريقة؟ زي ممكن أعرف العطر النسائي من وين جاك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ممكن تقول لي من وين تيك الاتصالات؟ تليفونك ما يسكت يا غسان، كلش ما يسكت. أنت بتظلي تشكي في كل شيء، من شوية سالفة العطر، الحين سالفة التليفون، أنت إيش صار لك؟ أنت اللي إيش صار لك يا غسان؟ يكون بعلمك أنا ما ممكن أسمح لأي واحدة تأخذك مني، لأنك أنت الخام اللي أنا شكلتها على كيفي. أنت يا غسان لي أنا وبس، فاهمة شيء؟ الو في نفس الزمان تفقد الأمان.